واستجابة لهذه الأصوات فإنني أوجه الحكومة بالتنفيذ الفوري للإجراءات التالية: أولاً، التعجيل بإعداد حزمة لتحسين دخول العاملين بالجهاز الإداري للدولة وأصحاب الكوادر الخاصة، اعتباراً من أول إبريل 2023، بحيث يزداد بموجبها. طب أقول لكم بس الكلام عشان هتسقفوا ولا ما تسقفوش؟ طيب، بحيث يزداد بموجبها دخل الموظف بحد أدنى 1000 جنيه شهرياً.